هاي بتلاحظوا انا استخدمت هون اي جي بي تي واخذت هون بلس جنريتر. طبعا هون مريحك من الانترفيس، بس هو الانترفيس ما راح يكون بهالبساطه هاي من البيك للهاي. هو هون خلص ماخذها انك اعطيني 0 1، وبعرف انه بدك تعمل سويتشنج للاي جي بي تي، بس هو فعليا الانترفيس اصعب، صعب بده يكون، بدك تفكر فيه كيف تعمل الانترفيسنج الصحيح ما بين اثنين. والاشاره راح تكون بين مين ومين راح نحطها، ما في شيء طاير بالهواء بيجي على الجيت. مع الجيت والكت جيت؟ لا لا، هاي لما بدي اشغل الاي جي بي تي هذا بدي احط عليه كارنت او اشاره او فولتج، مش هيك؟ هل بحطها طايره بالهواء هيك على الجيت؟ مع الكوليكتر، مش الكوليكتر، مع الايميتر. اوكي، عاده بالسويتشنج هون بهاي الحاله لانه هذا ام بي ان بدي احط الاشاره ما بين الجيت والايميتر. زي حتى هو المفروض هون نستعمل هو الترمينولوجي الغلط. لا مزبوط مزبوط، بين الجيت والايميتر راح احط هون اوكي. اذا لو انه بي ام بي بدك تحطها كمان بين الجيت والايميتر، بس الايميتر بتكون مشبوكه ابف. اوكي، هدول تو سيركتس. يعني لو كان عندي هاي السيركت هلا هون الاي جي بي تي، اذا بدك تشغل هذا الاي جي بي تي الاشاره تبعتك بدها تيجي بين الايميتر. اذا بدك تشغل كمان بين الايميتر والجيت، بس هون هاي راح تكون مثلا مشبوكه في مكان وهاي مكان ثاني، بس هون دائما بين الجيت والايميتر، بس هون انعكست البولاريتي. لانه الكرنت بده يمشي هيك، هون الكرنت بده يمشي. اوكي، اذا هي عندي الاي جي بي تي. هلا انا اخذت بديت بديوتي سايكل 50%، فالمفروض شو يطلع الاوتبوت فولتج، شو يكون علاقته بالانبوت حسب الباك كونفرتر؟ نصه. هي كاباستر، هلا خليت الكاباستر شوي صغير نسبيا في البدايه، هذا 10 مايكرو فرد. هلا رح نشوف لما نزيده، رح نشوف الاثر تبعه لما نزيده. 10 ملي. 10 ملي طبعا شيء ضخم جدا. انا اضطريت اضليت ازيده ازيده، فعلا لازم يكون كبير حتى يختفي الريبل. هلا في نفس كتاب هارت حاطط المعادله، ما مطلوبه منكم، حاطط المعادله اذا بحدد الريبل قديش الريبل اللي بدي اياه، بقدر احدد قيمه الكاباستر، وبقدر احدد كمان قيمه الاندكتر حتى اضمن انه الكرنت يكون كونتينوس. هاي الحسابات ما مطلوبه منكم، بس اذا حبيت انك تعرفها، يعني قيمه الكاباستر بتحدد لي قديش الريبل اللي موجود في الاوتبوت. هلا رح تشوفوا في ريبل في الاوتبوت فولتج، فخلينا انا حطيت هلا هذا 10 ملي فرد، هذا عندي هون الدايود، وقست الكرنت اللي ماشي في الاندكتر، وقست الفولتج اللي طالع على اللود، وقديش الكرنت الريزستر انا حاطه هون 1 اوم. بعرف ليش حاطه انا صغير هيك، على اي حال خلينا نعمل اول شيء رن. هلا رح يطلع لنا سيء الوضع لانه 1 اوم، وكمان الكاباستر يعني مش بطال، في ريبل طبعا، في ريبل كويس. خلينا نتاكد اول شيء انه هاي مزبوط، هاي حطيناها 50%. ايش لازم افحص عشان اتاكد انه صحيح شغلي؟ هذا 100 فولت 100 فولت دي سي، اذا 100 في النص راح تعطيني 50. هل هي 50 تقريبا؟ هي الافرج تبعها 50، بس شو مشكلتها؟ ريبل عالي. حتى احسن الريبل شو راح اعمل؟ بتقدر تغير الكارير فريكونسي، وبتقدر تغير سي. شو الكارير فريكونسي؟ وين الكارير فريكونسي؟ بالبلس جنريتر. اذا بنرجع على البلس، خلينا نشوف برضه الكرنت من هون. هلا برجع له كمان شوي نتاكد انه شايفين الكرنت في الاندكتر؟ ولانها 50% شو شكلها؟ ترانجلر ويف فورم، صحيح. طبعا في شويه خطا فيها لانه الفولتج اوتبوت مش بالضبط كونستنت. احنا فرضنا انه كونستنت، هلا هو مش بالضبط كونستنت. شوف الريبل قديش؟ الريبل كبير 20، يعني بيك تو بيك 20، من 40 ل 60. إذا خلينا نشوف شو بدنا نعمل الآن. هلا بنبدأ نغير بالسيستم. في طبعا طبعا هو نفس السكوب، تقدر تعمله مالتيبل انبوت او بتحط عليه مالتيبلكسر. إذا بتحط يعني أنت بتزيد عدد الشانلز زي ما بدك، أو أنك بتعملهم هاي. خليني أزيده شوي ل 100 ل 100. هلا طبعا هو ضخم هذا، نحكي واحد فرد كاباستر، واحد فرد ضخم ضخم جدا يعني. أنا بس هذه حلاوة السيم باور سيستمز كمان. إيش هو؟ بدي ازيد انا هلا هون 100، بدي احطه انا حتى حابب اني احطه 1000، بس 1000 راح يصير 1 فرد. هلا شوف لما زدنا سي، ما غيرت انا الكارير فريكونسي، زدت سي. لازم نعمل رن. شايفين قوه السيم باور سيستمز؟ اول شيء تتاكد انك انت مش غلطان بالتوصيل، وانك حاطط كومبوننت صحيحه، وبتصير تغير الكومبوننت تطلع قديش اخذتنا. هاي ما بتاخذ بناءها كله، ما باخذك اكثر من 10 دقائق ربع ساعه. دكتور شيء ريلابل اني احط 1 فرد؟ انا ما بعرف، انا ما هلا لغرض انك انت تفهم الدائره وتتاكد انه الدائره بتشتغل مزبوط ما في مشكله، بس هل في الواقع في واحد فرد؟ ما اظن بهالسهوله رح تلاقي واحد فرد. الكره الارضيه
هلا انت بامكانك تزيد الفريكونسي سويتشنج فريكونسي. خلينا نشوف الريبل قديش صار الريبل عندي هون. 3 نزل كثير مزبوط. قديش كان؟ كان من 40 ل 60، هلا صار تقريبا من 47.5 ل 50.5. والكرنت بضل تراينجلر، بس يمكن في شيء كان في شويه اعوجاج شوي فيه لانه اصح هلا صار. هلا خلينا نزيد شوي الكارير فريكونسي كمان نتاكد. فالكارير فريكونسي هي مش محطوطه هون بالهرتز، محطوطه البيريود تبعتها. ايش هي الكارير؟ كارير فريكونسي احنا ايمتى ما بنعمل بلس ويث موديليشن بغير بالبلس ويث موديليشن بغير ديوتي سايكل وبغير الفريكونسي اللي هي كابيتال تي سميناها، واحد على كابيتال تي هو الكارير. كارير بنستعملها لانه احنا حاملين الديوتي سايكل عليها. دكتور بس ليش صار زي اوفر شوت؟ سؤالي كويس، هلا راح احكي عنه دقيقه. نتطلع الان هون، هلا هون مرتب مقبول شكله. هلا عندي هو يمكن حوالين 49، ففي شوي من الكومبوننتس النون ايديال كومبوننتس ما عم بعطيني بالضبط 50. اذا بدي اتاكد من قيمته الصحيحه طلع الريبل قليل قليل جدا، يعني حتى لو بكبر الان لاحظوا الريبل شيء يعني يمكن اقل من 0.1 اوف فولت الريبل بيك تو بيك. ممتاز، بس طبعا احنا حاطين كاباستر 100 ملي ما فيش مشكلة. عشان هيك انا بقول ليش السيم باور سيستم جيد. بتعمل وين في المختبر بدك تجيب واحد فرد او 100 فرد؟ هلا الاعتراض على السيم باور سيستمز ايش؟ انه ما بصير الطالب يضل دائما هو بس يشتغل بحياته سيم باور سيستم. صحيح صحيح، انت في النهاية راح تروح تشتغل اشي عملي، بس انا بقدر تقدر انت تستفيد معلومات هائلة وانت تشتغل في السيم باور سيستمز. نطلع على تراينجلر ويف فورم تبعت الاندكتر، وفعلا تراينجلر ويف فورم. اوكي واضح جيد. هلا هاي فيش فيها مشكله انه يكون فيها ريبل، لازم يكون فيها ريبل لانه هيك بده يشتغل هو. ودلتا اي سي ودلتا اي او مش هيك؟ هيهم موجودات هون. ولهنا 50%، هلا غيرها عن 50% ل 70% راح تشوف بتصير سوتوث. فبنغير الديوتي سايكل هون 70%، وبعدين بنعمل ران كمان. طبعا الواحد اوم انا يمكن زدتها كثير بالواحد اوم، يمكن عم بسحب كارنت كثير فتغلب الهذا، عشان هيك اضطر يحط كاباستر اعلى. بس هون انت بامكانك تغير اشياء كثير الان، تصير بدك تفكر وتشوف. هاي الريبل ما تغيرش هون، بس انا بدي اشوف الان ايش كنا بدنا نشوفه. شكلها شكل الهاي شكلها هلا راح يصير سوتوث تقريبا. يعني هلا هون بزيد 70% بتصير 70 و30، بس لسه الشرط ستيدي ستيت هو دلتا اي سي بيساوي دلتا اي او. فالريت اوف تشينج مختلف بالحالتين، بس ما هو الزمن مختلف بالحالتين. فلما ضربنا الزمن بالريت اوف تشينج هون اعطاني نفس القيمه. مش هون عم بضرب انا زمن في ريت اوف تشينج، وعم بضرب هون زمن في ريت اوف تشينج، واحد منهم عدل حساب الثاني، فضل دلتا اي سي دلتا اي او دلتا اي سي او دلتا اي سي متساويين. هلا في سؤال ساله ماهر. هلا الحلو كمان بالسيم باور سيستمز انه بيبدا من انيشال كونديشنز، مزبوط؟ طلع على الانيشال كونديشنز قديش كان الكرنت في البدايه اول ما بدينا؟ زيرو. ولاحظوا لذلك خلال الفتره هاي مش ستدي ستيت كونديشنز، اذا هون ما بتحقق الشرط دلتا اي سي او بداوي دلتا اي سي، مزبوط؟ وما لازم يتحقق لاني بدي اوصل للستدي ستيت تبعي. فلانهم مش متساويين ايش عم بيصير في وين الكرنت؟ عفوا هاي الكرنت، الكرنت اللي في الاندكتر في البدايه ما كان زيرو مش هيك؟ فبدا يزيد. هلا اطلع هون شو عم بيصير بالاوتبوت فولتج، عم بروح على القيمه النهائيه، بس حتى يوصل لها ايش عم بيعمل؟ شو بذكركم هذا؟ سكند اوردر سيستم. اوكي وهو اندر دام. طب من وين اجى السكند اوردر سيستم؟ شو ترانسفير فانكشن تبعته؟ الاندكتر والكاباستر. الاندكتر والكاباستر، وبامكانك تطلع ترانسفير فانكشن لهي. بس هي طبعا المشكله هون عندي انه هذا السيستم نون لينير. دكتور طب الدايت كيف بتعامل معه؟ ما بقول لك هو نون لينير سيستم هذا، انت ما بتعرف تطلع، ما تعلمت تطلع ترانسفير فانكشن لهذا السيستم نون لينير. هلا ما بعرف في طرق معينه تقدر تطلعها وتحس تعمل حسابات تبعتها وتشوف، ما راح ندخل فيها مش مجالنا هون. بس هذا طلع وهذا اوبن لوب، ممكن اسكر اللوب؟ شو يعني اسكر اللوب؟ فيدباك. عشان ايش؟ ايش هو الفاريبل اللي راح اعمل له فيدباك؟ في اوت مش هيك؟ في اوت وين راح ارجعه؟ ايش راح اغير؟ ايش اللي انا عم بتحكم فيه حتى اغير؟ الديوتي سايكل، مضبوط؟ فانت يعني افرض صار في هلا ديستربنس هون، شو الديستربنس اللي ممكن يصير؟ ممكن ياخذ هذا الفولتج سورس يتغير، تغيرت الباور سبلاي داي، تغيرت الباور سبلاي، فصار عندي ديستربنس هون، انت بدك الاوتبوت تكون 5 فولت طول الوقت، فانت بترجع اشاره من هون من الفولتج حتى تقدروا تبنوه انتوا هذا تبنوه. ابني بالسيم باور سيستم تقدر ترجع من هون تعمل كنترولر، وبتقدر الكنترولر تعمله بي او بي اي او بي اي دي اللي بيكون ماخذ كنترول، نفس الشيء. ما هو هذا كنترول سيستم، غيره ترانسفير فانكشن. بتقدر تعمله بنفس الطريقه وترجع وتقارن الفولتج، تقارن الفولتج اللي هناك بالفولتج اللي انت بدك اياه، بدك تحط ريفرنس اليوزر اللي هو مقرره، الايرور وين بتدخله؟
على الكنترولر. شو بيتحكم الكنترولر؟ الديوتي سايكل. اظن تقدر تغير هذا البلس جنريتر بحيث انه تدخلها من برا، ما تكون انترنالي جنريتد الدي سي، اه تكبس عليه بتدخلها من برا. ايوه ايش سؤالك يا قصير؟ ناخذ فيدباك من كرم. لا تاخذ فيدباك. ايش اللي انت اللي بتتحكم فيه اللي انت بدك اياه يثبت الفولتج؟ دائما الاحسن كقاعده اذا بدي اعمل كنترول سيستم بفتش على الفيربل اللي انا بعمله. هلا احيانا ما بقدر اجيبه هذا الفيربل، شو مضطر اعمل؟ بدي اخذ فيربلز ثانيه واستنتجه، زي الاستيميشن اللي بتاخذوه في المودرن كنترول بتاخذوا استيميشن. اخر شيء خلينا اطلع افرجيكم هاي كيف بدك تدخلها من برا اذا حبيت تعمل كنترول سيستم. هلا اظن ولا ما بتقدر تدخلها من برا؟ تايم بلس تايم، لا ما في شيء هون. بدك تلاقي بلوك ثاني تدخل الديوتي سايكل من برا، فبتكونش انترنال جنريتد، بتكون اكسترنال.